بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. والله جل وعلا سمى مريم في القرآن صديقة، قال الله جل وعلا عنها بعد أن ذكر ابنها قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فهي صديقة. وأي صديقة؟ عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا هنا بعد ذلك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فهذا يدل على رفيع درجتها وعلو مقامها بأن الله جل وعلا اصطفاها، والآية صريحة على أن الله جل وعلا اصطفاها على نساء العالمين، أن الله جل وعلا اصطفاها على نساء العالمين وجعلها امرأة ذات سيادة وامرأة ذات آية عظيمة في الناس. قال ربنا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وهذه البشارة العظيمة حملتها الملائكة لتبلغها مريم عن ربها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. دلتها الملائكة على العبادة، والقنوت لا يعرف إلا أنه طول القراءة في الصلاة. القنوت من أعظم معانيه أنه طول القراءة في الصلاة. قال ربنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويأتي القنوت بمعنى الخضوع، ومنه قول الله جل وعلا وكل له قانتون، ومنه قول الله تبارك وتعالى وكل له قانتون. أما القنوت هنا فهو طول القراءة في الصلاة، وهو أفضل أحوال العبد أن يقف العبد بين يدي ربه رجلا كان أو امرأة، عبدا كان أو أمة، يقف بين يدي ربه جل وعلا يقرأ القرآن ويناجي الله جل وعلا بآياته. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فقال الله جل وعلا هنا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه يخبره أن هذه الأمور غيبية بالنسبة له، ما كان له أن يعلمها لولا أن علمه الله جل وعلا إياها. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أي يا محمد إذ يلقون أقلامهم أي السهام أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذا كله أخبر الله جل وعلا به نبيه، والغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله جل وعلا عليه يمكن تقسيمه إلى أحوال: غيب عن الأمم السابقة والأحوال الغابرة والقرون الخالية كقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعن نبأ يوسف وإخوته وعن قوم نوح وكل من مضى من تلكم الأمم، هذا من أخبار الأمم الغابرة والأيام الخالية. وغيب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع ذلكم الغيب في حياته، ووقع ذلكم الغيب في حياته صلوات الله وسلامه عليه كإخبار عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه أن قريشا سيهزمون الجمع سيهزم جمعهم ويولون الدبر، فوقع هذا يوم بدر. وخبر وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام لأحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فمات الفاروق وعثمان رضي الله عنه شهيدين كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن بيت المقدس سيفتح وفتح. وغيب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولم يقع بعد وسيقع لا محالة، وغيب أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقع بعد وسيقع لا محالة كإخباره صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال وظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم، وكل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الجنة والنار وما يكون قبلهما كل ذلك من الغيب الذي سيقع لا محالة، لأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول مصدوق فيما يقال له من الوحي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يتنازعون الشرف في أن يكفلوا مريم ابنة عمران. ثم قال الله جل وعلا بعدها إذ قالت الملائكة يا مريم
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. هذا الأمر بشارة لها أن سيكون منها عبد صالح، إن الله يبشرك بكلمة منه، والمعنى أنه يحمل بكلمة من الله، وهذه الكلمة حملها جبرائيل عليه السلام. وبعض أهل العلم يقول، وأظن هذا من الحق الكبير، أن الله جل وعلا لما مسح على ظهر آدم عليه السلام أخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. فهذا ماذا؟ هذا عالم الأرواح. فاستبقى الله جل وعلا روح عيسى بن مريم عنده، فلما أراد الله جل وعلا أن يولد عيسى بن مريم أعطي جبرائيل هذه النسمة، هذه الروح، فأودعها بنفخة منه وبكلمة من الله. أودعها من؟ أودعها رحم مريم ابنة عمران، فكان حمل عيسى ابن مريم عليه السلام، وكان حمل عيسى عليه السلام من قبل مريم. فقال الله جل وعلا إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا. وأنت ترى إلى اليوم أي وجاهة لعيسى ابن مريم عليه السلام، حتى بلغ أن النصارى عبدوه من دون الله عياذا بالله من ذلك. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وهو من أعظم المقربين، بل إنه من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأولي العزم من الرسل خمسة، قال الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبيين من بعده وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد قال القائل أولي العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد. أولي العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد. وهذه خصيصة ومعجزة وآية أعطاها الله جل وعلا عيسى بن مريم، فإن أمه لما حملته إلى قومها بعد أن منعها الله جل وعلا أن تتكلم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومعنى إني نذرت للرحمن صوما أن الإنسان العاقل لا يخاطب من جهل، ممن يغلب على الظن أنه لا يفقه عنك ماذا تقول، فلا حاجة إلى أن تبلغه كلاما أو تبلغه أمرا تريد أن تفقهه إياه. متى يبلغ البنيان يوما تماما؟ إن كنت تبنيه وغيرك يحجم وغيرك يهدم، وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم. فلما أتت به قومها ظنوا بها السوء، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه لم تتكلم استجابة لأمر الله. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله جل وعلا في مهده، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا ما قاله عيسى بن مريم في مهده يوم أن بشر الله جل وعلا عيسى، بشر الله مريم من قبل بأن عيسى سيتكلم في مهده. قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ويكلم الناس في المهد، ثم قال وكهلا. لم جيء بكلمة كهل؟ الكهل من وخطه الشيب بعد الثلاثين بقليل. ويكلم الناس في المهد وكهلا، غالبا من يكون آية يموت لا يعمر، لكن الله جل وعلا أراد أن يطمئنها أنه لا يقع منه معجزة في صغره ثم يقع منه شيء خارق للعادات وكلام للناس بلسانهم رغم أنه في مهده. فغالب الظن أن مثل هذا لا يعيش لا يحيا، إنما يكون فرحة ثم تنقضي. فطمأنها الله جل وعلا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم أرزق بزوج حتى يكون لي ولد، لكن جاءت الإشارة من قبل اسمه المسيح عيسى بن مريم، مما يبين أن لا زوج لها، أنه لن يكون له أن لا يكون لها زوج، لأن الله نسبه إليه، نسبه إليها. إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. عبر هنا بالفعل يخلق، وعبر في قول زكريا بالفعل يفعل، وفي التعبير بالخلق
أبلغ لمناسبته للحال، لأن خبر زكريا يوجد زوج ويوجد زوجة، لكن الأسباب غير عاملة. فالقضية كلها في أن جعل الموانع تنتفي والأسباب تعمل. أما في خبر مريم فلا يوجد أصلا زوج، فعبر عنه بقوله جل ذكره: يخلق ما يشاء، لأن الأمر أعظم وأجل.